أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا. البلاد اليوم مستمرة معكم لهذه الأمسية طبعا في إطار المتابعة للسيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة، طبعا فيضانات في بعض مناطق الوطن. للأسف حتى الآن تم تسجيل ضحيتين، طفلة في ولاية جلمة وطفل في ولاية تيبازا، بالإضافة إلى أضرار مادية. طبعا أفراد الحماية المدنية والأمن الوطني والدرك الوطني كانوا في الصفوف الأمامية وكانوا في منذ بداية هذه السيول في خدمة المواطن وفي إنقاذ المواطنين وأيضا في تنظيم حركة المرور ومختلف مناحي الحياة في هذه المناطق المتضررة. مساء هذا اليوم والي ولاية تيبازا أبو بكر بو ستة تحدث عن الأضرار التي نتجت عن هذه السيول وعن ما خلفته في ولاية تيبازا وعن ظروف إزالة ما خلفته من تراكمات وغلق للطرقات في مبادرة لإعادة الحياة إلى طبيعتها. نشاهد هذا التصريح مشاهدينا الكرام الذي أدلى به والي ولاية تيبازا للإذاعة الوطنية. طبعا هذه الصور نشرتها مديرية أو ولاية تيبازا، الخلية الإعلامية لولاية تيبازا، عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي. نشاهد هذه التصريحات الوالي ثم نعود. الكمية على مستوى قليعة ودواودا كانت حوالي 140 ملم في ظرف 12 ساعة، وكانت 168 ملم فيما يخص فوكا وبوسماعيل، إذا حوالي 300 ملم ما بين هذ البلديتين، يعني كمية جدا متضررة. وكانت لدي فرصة صباحا أنني كنت زرت هذ المناطق وشفت الضرر الهام اللي مس طبعا المنشآت القاعدية على مستوى. المهم أن كل المتعاملين اللي عادة يدخلوا في هذ الظروف راهم في عين المكان، نذكر ما بينهم طبعا مديرية الأشغال العمومية، مؤسسات المحلية، المديرية التنفيذية ككل، وكذا طبعا مصالح الدرك والشرطة والمصالح الأمنية الأخرى. كانت فيها طبعا أضرار متفاوتة النسب، مست أولا المنشآت القاعدية كالطرقات، خاصة الطريق السريع الرابط ما بين دوودا وتيبازا، حيث كانت قطاع الطريق وكنا مضطرين باش نستعمل الطريق الوطني رقم 11. كان فيه كذلك الماء اللي غمر بعض المساكن تاع بعض المواطنين، خاصة في بعض البلدية في فوكا وقليعة. كان في طبعا أضرار فيما يخص الشوارع، بعض وسط المدن، شارع المدن كما في قليعة وفي فوكا وفي دواودا وفي بوسماعيل كذلك. وكان أخذنا بعض الإجراءات الاحتياطية فيما يخص قطع التيار الكهربائي والغاز في بعض الأحياء وبعض المنشآت تابعة لهذه البلديات لسلامة المواطن. يعني باش لسلامة المواطن، ماشي انقطاع نظرا للتقلبات الجوية، ولكن في انتظار التدخل نظرا لصعوبة التنقل عبر خاصة المياه، يعني كانت كثيرة ما تسمحش تحرك باش نقوم بصيانة الشوارع في الوقت الراهن. يعني ولكن العملية سوف تستمر في أقرب وقت. شوية نقول بلي في استمرار الاضطرابات الجوية إلى 10 مساء، وسوف ترجع، ولكن هي بالخير كذلك إن شاء الله. بالخير إن شاء الله. كذلك بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله. كانت لي زيارة على مستوى المستشفى القليعة، الحمد لله كانت فيه المياه غمرت موش المستشفى، ولكن الواد تاع المستشفى الواد. ولاية تيبازا أبو بكر بو ستة للإذاعة الوطنية حول تقييمه لمختلف ما خلفته هذه السيول من أضرار ومن جر عنها من قرارات. طبعا تحدث عن قطع الكهرباء والغاز، قال أنه تم في عدد من المناطق هذا لسلامة المواطنين، طبعا لأنه مرافقة هذه السيول وتضرر شبكة الكهرباء والغاز كان بإمكانها أنها تسبب في أضرار للمواطنين، لكن
ولكن هذا الإجراء لجأت إليه السلطات حتى تتفادى حصول هذه الأضرار. تحدث أيضا عن قطع في الطرقات، قال الطريق السريع في على مستوى ولايته، ثم تم توجيه حركة السير نحو طريق فرعي آخر. هذه النقطة مهمة جدا سنتحدث حولها، خصوصا تأثر حركة المرور وما ينبغي للسائقين في مختلف الطرقات في ظل هذه الظروف الجوية، خصوصا وأن النشرية الخاصة لديوان الوطن للأرصاد الجوية تتوقع هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات المقبلة. نتمنىها إن شاء الله أن تكون أمطار خير وأمطار بركة وأمطار نماء، لكن لنأخذ حذرنا ضد أو تجاه أي أضرار سلبية يمكن أن تنشأ. طبعا حتى نتحدث حول حركة المرور وما ينبغي للسائقين وحتى الراجلين أخذه بعين الاعتبار في هذه الظروف الجوية، معنا عبر الهاتف الرائد سمير بوشحيط، وهو رئيس مكتب الإعلام والاتصال لمركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني. مساء الخير سيادة الرائد. مساء الخير لكم جميعا ولكل مشاهدي قناة البلاد. طبعا سيادة الرائد كنت معنا قبل أيام قليلة على ما أعتقد، وتحدثنا حول هذه الظروف وما يمكن أن تسببه من أضرار ومن انعكاسات أحيانا كثيرة سلبية على حركة المرور. تحدثنا عن التساقطات، تحدثنا عن لزوجة الطرقات بعد شهور من عدم تساقط الأمطار لتتساقط هذه الأمطار بهذا الشكل. هذه المرة كمية كبيرة جدا وسيول عارمة في عدد من الولايات. طبعا إذا عندكم معلومات أو أرقام في قيادة الدرك الوطني في هذا السياق وخصوصا حول حالة الطرقات عبر الوطن، تفضل سيدة الرائد. شكرا. فيما يخص الأرقام المتواجدة لدينا حول حالة شبكة الطرقات العابرة لإقليم اختصاص الدرك الوطني التي تأثرت جراء التقلبات الجوية الأخيرة منذ مساء البارحة، هناك عدة طرق مغلقة سواء بالولايات الشرقية أو الولايات الوسطى. الولايات المتضررة كثيرا هي ولاية تيبازا إضافة إلى ولاية تبسة وبعض الولايات الأخرى التي كان فيها ارتفاع في منسوب المياه. ولاية تيبازا أخذت حصة الأسد من حيث شبكة الطرقات المغلقة والتي تشهد صعوبة في السير، شاهدناها منذ الصبيحة. بالنسبة للطريق السريع الرابط بين ولايتي تيبازا والجزائر العاصمة هو مغلق كذلك، في شطره الرابط بين بلديتي بوسماعيل وودا على مستوى حي عدل، وكذلك في شطره الرابط بين بلديتي خميستي وبوسماعيل بالضبط على مستوى سيدي جابر، إضافة إلى الطريق الوطني رقم 11 في شطره الرابط بين بلديتي بوهارون وفوكا. عن الطريق الولائي رقم 129 في شطره الرابط بين بلديتي خميستي وشعيبة. الطريق الولائي 67 الرابط بين بلديتي القليعة ومقطع خيرة كذلك يشهد صعوبة في السير بسبب ارتفاع في منسوب المياه، إضافة إلى الطريق الولائي رقم 126 في شطره الرابط بين بلديتي فوكا والدوودة. عفواً، كنا قد حذرنا مساء البارحة قبل تعاطل هذه الأمطار من عن طريق نشرية خاصة تم نشرها عبر صفحة الطريق للإعلام المروري، نبهنا المواطنين ومستعملي الطريق عامة وجميع السلطات بأن هناك يعني تساقط للأمطار يفوق 50 ملم. إذن تم وضع مخطط استعجالي من طرف وحدات الدرك الوطني على مستوى هذه الولايات سواء الولايات الشرقية أو الوسطى عن طريق تكثيف التواجد الميداني من أجل تسهيل حركة المرور وتقديم يد المساعدة للمواطنين، حيث كان أفراد الدرك الوطني في الميدان منذ البارحة. كذلك بولاية أم البواقي هي الأخرى تضررت، بقي بها طريق واحد مغلق اللي هو الطريق الوطني رقم 80 اللي يربط بين ولاية أم البواقي وخنشلة على مستوى بلدية فكرينا. تبسها كذلك تضررت، ولكن ما زال هناك ثلاث طرق بها مغلقة، هي الطريق الولائي رقم 3 على مستوى بئر الذهب، الطريق الولائي رقم 149 على مستوى أولاد رشاش، إضافة إلى انهيار جزء من الطريق الوطني رقم 88 منذ ساعات. هذا الطريق الرابط بين تبسة وأم البواقي بالضبط ببلدية العوينات، نقول لجميع مستعملي الطريق الحيطة والحذر أثناء السير بهذا الطريق. بقية ولاية المسيلة كذلك تأثرت و
وهناك طريق ولائي بها رقم 3 مغلق يربط بين بلديتي بن سرور وأمسيف. إذن هذه شبكة الطرقات اللي راهي ما زالت مغلقة لحد الساعة، لحد هذه المكالمة. يعني هذه الطرق مغلقة حتى إشعار آخر؟ نعم هي مغلقة، ووحدات الدرك الوطني يعني بالمكان من أجل تحويل حركة المرور، إعطاء مزيد من التوجيهات والنصائح للسواق حتى يتفادوا هذه الطرق. كما قلت مجهودات كبيرة من طرف وحدات الدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية والأشغال العمومية منذ البارحة حتى يمكن فتح هذه الطرق في أقرب وقت. لماذا؟ لأنه عطلة نهاية الأسبوع، في كثافة لحركة المرور، تنقل للعمال عبر مختلف الولايات، إذن لا مجال لتضييع الوقت، يجب فتح هذه الطرق. ولكن النشرية الخاصة ما زالت متواصلة حتى العاشرة ليلا. إذن هنا نقول للمواطنين اللي ما عندوش طارئ من أجل التنقل فلا داعي للتنقل، خاصة بولاية تيبازا وجدنا يعني صعوبة كبيرة هذا اليوم في توجيه حركة المرور. هناك يعني حركة مرور كثيرة، مركبات بالطريق. هو حسب الوالي سمعنا سيد الرائد يعني قال انه الطريق بين اعتقد بين دواودة والقليعة ثم توجيه السير الى الطريق الفرعي رقم 11 الوطني رقم 11. نعم هناك كان فيه تحويل لحركة المرور عبر الطريق الوطني رقم 11، ولكن سرعان ما شهد صعوبة في سير هذا الطريق الوطني رقم 11 بسبب كثافة السيولة المرورية والاكتضاض المروري. كذلك تم توجيه حركة المرور نحو محول الخميستي، ونفس الشيء هناك اكتضاض مروري كبير جدا، صعوبة في التحكم في حركة المرور بسبب يعني هناك مركبات وسواق يعني عندهم مصالح وتعطل المصالح تاعهم. إذن من هذا المنبر نقول لهم بلي ضرورة يعني التريث وضبط النفس أثناء التنقل. وطبعا كما قلت سيد الرئيس سمير بوشحيط أنه الإنسان في هذه المناطق خصوصا الولايات يعني اللي فيها هذا السيول اللي ما عندوش يعني شغل ضروري ما كان له يخرج. نعم أحسن أحسن له أحسن لحركة المرور. نعم ممتازة، نصيحة ممتازة. إذن قلنا ولازلنا نقول اللي ما عندوش يعني حاجة ضرورية للتنقل لقضائها فلا داعي للتنقل، الرجاء يعني المكوث بالبيوت حتى نقدموا يد المساعدة لمصالح الدرك الوطني، لوحدات الدرك الوطني ولمصالح الحماية المدنية حتى يمكن استعمال وسائل يعني أكثر في امتصاص مياه الأمطار التي يعني هي هناك مياه كثيرة على مستوى شبكة الطرقات. إذن حتى يسهلوا لنا العمل ويسهلوا المصالح الحماية المدنية والأشغال العمومية، الرجاء الأخذ بهذه النصيحة محمل الجد. ولاية تيبازا نعم. تضررت كثيرا، شفنا بعض البلديات كبلدية القليعة، شعيبة، بلدية دواودة، فوكا، هي بلديات تضررت من جراء السيول وتراكم للأوحال. إذن فالرجاء يعني المكوث بالبيوت من أجل القضاء على هذه الأوحال في أقرب وقت ممكن وتسهيل حركة المرور. نعم سيد الرائد سمير بوشحيط، ربما أنت قلت اللي ما عندوش يعني شغل ضروري ما كان له يخرج، لكن من تحتمت عليه الظروف وخرج أو هو راه في تنقل وبدأت يعني الأمطار الغزيرة وهو في الطريق، مش تنصحه كي يقوم به كإجراءات لتفادي حصول شيء سيء لا قدر الله؟ نعم بالنسبة لهذه النصائح معروفة، قلنا في حال هطول الأمطار تكون غزيرة ويكون السائق هذا على مستوى شبكة الطرقات ضروري أنه يقوم بتخفيض السرعة إلى أدنى مستوياتها عند رداء الأحوال الجوية، كذلك يقوم بمضاعفة مسافة الأمان بين المركبات كما قلت خاصة مركبات الوزن الثقيل، ما يصيرش بجانب مركبات الوزن الثقيل، اتخاذ الاحتياطات المناسبة أثناء القيام بمناورات التجاوز خاصة كما قلت بجانب هذه المركبات لأنها خطيرة جدا، شاهدنا حوادث مرورية وانحرافات لهذه المركبات من الوزن الثقيل منذ الصبيحة بكل من ولاية البليدة، ولاية برج بوعريج، البويرة، بومرداس، لحسن الحظ لم تخلف ضحايا. كذلك نقول لهم عدم المغامرة
في حالة ما إذا ارتفع منسوب المياه بأي طريق، نقول لهم الرجاء عدم المغامرة أو محاولة قطع هذه الطرق لما لها من خطورة، كذلك التزام أقصى اليمين في حالة ما تكون الرؤية ضعيفة على مستوى شبكة الطرقات، مثلا بالمناطق المرتفعة كخميس مليانة وأبو مدفع منطقة بن شكاو بولاية المدية، وكذلك ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لمن راه يكون على يسير على مستوى الطريق السيار شرق غرب، خاصة بمنعرجات جبل الوحش بولاية قسنطينة وكذلك بمنحدرات الجباحية بولاية البويرة. إذن يجب اتباع مزيد من قواعد السياقة السليمة خلال هذه الظروف، وإن تعذر الأمر فأخذ قسط من الراحة بجانب السدود الثابتة للطرق الوطني لما لا، أو بمحطات الراحة أو بمحطات الخدمات حتى تكون يعني حتى توضح الرؤية وتكون الوضعية يعني، وخصوصا أنه حسب النشرية الخاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية يتوقع استمرار تهطل الأمطار إلى غاية الساعة 10 مساء. ربما الآن في وقت بث هذه الحصة ستكون حوالي الساعة 7:30 أو 8 إلا دقائق، يعني بقات حوالي ساعتين أو ساعتين والنصف على الأكثر. نعم ما زالت هذه النشرية متواصلة حتى الساعة كما قلت 10 على الولايات الشرقية الولايات الوسطى للوطن. بالنسبة للمستمعين الكرام أو مستعملي الطريق أو المواطنين بصفة عامة، ضرورة أخذ هذه النشريات التي تنشر على مستوى مصالح الأرصاد الجوية أو على مستوى صفحة الطريق للإعلام المروري أن يأخذوها محمل الجد. دائما نحن نقوم بالتنبيهات للمواطنين وحتى للجهات الوصية. نعم وبخصوص الطرق البديلة سيدة الرائد، من أين يمكن المواطن أن يستقي المعلومات كي يعرف ما هي الطريق البديل الآمن المفتوح والمؤمن؟ نعم بالنسبة لاستقاء المعلومات حتى يتمكن المواطن هذا بسلك طرق بديلة، نقول لهم هناك يعني قنوات اتصال متاحة، والحمد لله عصر التكنولوجيا هناك قنوات اتصال متاحة للطرق الوطني، لدينا الرقم الأخضر 1055 يمكنه الاتصال في أي وقت كان للاستفسار عن حالة شبكة الطرقات، كذلك صفحة الطريق للإعلام المروري، مراسلنا على الخاص أو على الرقم الظاهر على صفحتنا اللي هو 023-28-70-37، حتى يمكن أن نقدم له طرق بديلة أخرى ونقوم بنشر الطرق التي تم تحويل عبرها حركة المرور. إذن على جميع المواطنين أن يتصلوا بنا في أي وقت كان، الفريق جاهز للرد على استفساراتهم، للرد على يعني أي شيء غامض في الليل في النهار 7 أيام على 7 أيام طيلة أيام الأسبوع، وكذلك تصفح هذه الصفحة اللي هي صفحة طريقي. لماذا؟ لأن المعلومات التي تنشر هي معلومات دقيقة آنية ومحينة ومحينة في كل وقت فيه الجديد. نعم هي محينة كلما أتاحت الفرصة، كلما كان عندنا يعني أمور جديدة أو أخبار جديدة تداع عبر هذه الصفحة. إذن على جميع المواطنين أن يستقيوا المعلومة من القنوات الرسمية للطرق الوطني، هذه القنوات اللي فيها فائدة كبيرة جدا، وكذلك ضرورة هذا المواطن أن يأخذ هذه النشرات محمل الجد حتى ما توقعش فيها خسائر بشرية سواء في الأرواح أو حتى في خسائر يعني في الوسائل المتحركة أو حتى في الأملاك أملاك المواطنين. ربما فيه نقطة تحدثنا ربما فيها في الجزء الأول مع المتحدث باسم الحماية المدنية سيد برناوي، فيه أيضا أنه الإنسان لا يبالغ كثيرا في تقدير وزن سيارته أو قوة سيارته أمام هذه السيول، أنه ما يستهترش لما يشوف فيه مجرى مائي قد يراه في الوهلة الأولى أنه بسيط ما يمكنش يأثر بأي حال من الأحوال، لكن هذه هي قوانين السيول أنها ما عندهاش قانون ثابت، في أي لحظة تزيد هذه السيول وتكون محملة بالمخلفات التي تحملها معها وتكون أقوى.
بالفعل هذه نقطة حساسة، وسبق لي وأن تكلمت على هذه النقطة وقلت عدم المغامرة بمحاولة قطع هذه الطرق. لماذا؟ لأننا شاهدنا يعني مركبات يفوق طولها أكثر من 12 متر ومياه الوديان تجرفها. إذن شاهدنا العام الفارط حادث مأساوي لشاحنة من الوزن الثقيل، هذا السائق قام بقطع الطريق عبر ولاية تيارت وجرفته مياه السيول، وتم البحث عنه لمدة 48 ساعة، وللأسف الشديد توفي الأب اللي هو كان سائق وابنه المرافق له. شاحنة للوزن الثقيل يعني كانت تسير فيها. الله يرحمهم، ونتمنى إن شاء الله الجميع يأخذوا بالحيطة والحذر ويسمعوا لنصائحكم، وإن شاء الله تمر هذه السيول بأقل الأضرار الممكنة. طبعا تحياتنا وتحياتنا للدرك الوطني والأمن الوطني والحماية المدنية ولجميع من هم متواجدين في الميدان. أشكرك جزيل الشكر الرائد سمير بوشحيط، رئيس مكتب الإعلام والاتصال لمركز الإعلام وتنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني، على هذه المداخلة وعلى هذه النصائح التي نتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار. مشاهدينا، بهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم من البلاد اليوم. ألقاكم بخير، السلام عليكم.